بما انه حكينا عن الشاي الاخضر وقديش هو مفيد، دائما سمر السيدات بيلتجؤوا لحتى يهتموا ببشرتهم، بيروحوا للكريمات وبيهتموا يمكن بالسطوح الخارجيه للبشره، ولكن كثير منا بنعرف انه الغذاء الصحي هو بيساعد بنضاره البشره. رح نتعرف شو اهم الاغذيه وشو لازم ناكل لتصير بشرتنا حلوه ونضره مع بسنه رحب باخصائيه التغذيه اريج درويش. اهلا وسهلا فيك يا اريج. صباح الخير. صباح الخير يا يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك يا اريج. بالبدايه خلينا نحكي مثل ما حكيت لك، كثير من السيدات بيهتموا ببشرتهم من برا، بيعملوا تنظيف بشره وكثير من الاشياء الثانيه، مع هيك ما عم يستفيدوا، دائما في عندهم حبوب، دائما ما في عندهم مشاكل. خلينا نحكي قد ايه بيأثر غذائنا على صحة بشرتنا ونضارتها. مثل ما قلتوا انه الغذاء هو الشيء الرئيسي والاساسي لحتى نقدر نحن نحافظ على بشرتنا بشكل صح. نحن في عندنا مقوله كثير بنحبها انه الحميه هي بيت الداء والمعده هي بيت الداء والحميه هي راس الدواء. تمام. فنحن لما بنكون عندنا غذاء صحي سليم متكامل فيه كل العناصر الغذائيه اللي جسمنا بيحتاجها، بيحتوي على كميه عاليه من الفيتامينات والمعادن، فنحن اكيد رح نحافظ على بشره كثير حلوه. الغذاء بيلعب دور كثير رئيسي بانه يجدد الخلايا بالجلد وينشط الكولاجين الموجود بالبشرة حتى نقدر نحن نحافظ على مرونة جلد صحيحة، نحافظ عليها نضرة خالية من الحبوب وخالية من البثور. هلا حنحكي شو هي أكثر الأغذية المضرة وأكثر الأغذية المفيدة لحتى نقدر نحن نحافظ على بشرتنا بشكل صحيح. نعم أكيد. خلينا نحكي، يمكن بيقولوا المقالين ما أنا منيحة، شوكولا، البذورات، هدول القريش هن أكثر شيء مو منيح. خلينا نبلش بالمو منيح. تمام. هلا نحن لما بدنا نحكي عن الأغذية السيئة دائما بالمقدمة بغض النظر عن الموضوع اللي عم نحكي عنه تجي عندنا المشروبات الغازية. المشروبات الغازية هي مادة حتى ما فينا نقول مادة غذائية لأنه ما بتحتوي على أي عنصر غذائي مفيد، بتحتوي على كمية كتير عالية من السكريات. السكريات نحن لما بناخدها بكمية عالية حتأثر على مرونة الجلد بشكل كتير كبير، وحتى حتكسر الكولاجين الموجود بالخلايا، فهي أول شيء حتدمر الخلايا وما حتقدر تخلينا نحن نشكل خلايا جديدة. فالمشروبات الغازية بتجي بمقدمة هي الأغذية اللي هي لازم نخفف منها نحن. بيجي عنا الشيء الثاني لانه نحن كثير بنستخدمه للاسف، لما بنقول هو مضر ما لازم نقطعه، بس لازم نحن ناخذ كميات محدده بتناسب جسمنا، اللي هي الرز الابيض والخبز الابيض والمعكرونه. بتحتوي على كميه عاليه من النشويات، فنحن لما بناخذها بشكل يومي السكر بيرتفع بشكل كثير سريع، يعني هي مؤشر الجلكتوزيمي مرتفع، فلما بيرتفع عنا السكر بنسبه عاليه بفتره قصيره بهيج الالتهاب الموجود، مو بس التهاب البشرة، أي التهاب موجود بالجسم لما بناخد كميات عالية من السكر فبصير في عنا مشاكل التهابية أكثر. كمان الكافيين أو القهوة بشكل عام، نحن القهوة مفيدة جدا والكافيين الموجود فيها مفيد، بس لما نحن بناخده زيادة عن الحاجة نحن المسموح لنا 3-4 أكواب بالنهار، بس لما بناخد نحن كافيين بنسبة أكبر الكافيين هو مضر للبول بنسبة كتير عالية، فنحن بنكون بهاي الحالة عم نخسر سوائل كتير من جسمنا. لهيك لما بيكون عم ناخد كمية كافيين أكثر من اللي نحن بحاجتها لازم نرفع شوي كمية السوائل اللي عم ناخدها. تمام. كمان في عنا الكاتشب والمايونيز اللي بنستخدمه كتير بالأكل الجاهز بالمقالي، يعني إحنا لما نكون عم ناخد إحنا ما نلغيها على الآخر. تمام. بس إحنا نحاول نخفف منها. معلقة الكاتشب الكبيرة أو معلقة الأكل تبع الكاتشب فيها تقريبا قد معلقة صغيرة من السكر، فنحن لما عم ناخد سندويشة فيها كمية عالية من الكاتشب عم نفوت نحن كمية كتير عالية من السكر لجسمنا بدون نحن ما نكون حتى حاسبينها من الكالوري اللي إحنا عم ناخده. ما نحرم حالنا من شيء، بس نحاول نحن ناخذ الشيء المسموح بالكميات المحدده لنا. طيب خلينا نحكي عن الشيء المسموح، الاطعمه المسموحه او الضروريه تكون موجوده بغذائنا بشكل يومي. تمام. هلا نحن لما بنحكي عن الاغذيه المفيده للبشره دائما نتجه لمضادات الاكسده ونتجه لثلاث انواع من الفيتامينات اللي هي الفيتامين A والفيتامين E والفيتامين C. طبعا هدول نحن دائما كمان بنلاحظ انه بيدخلوا بتركيب الكريمات بنسبه كتير عاليه اللي بنستخدمها لترطيب البشره او للعنايه بالبشره، بس نحن كمان كتير مفيد انه ناخذها نحن كغذاء لحتى نقدر نحن نستفيد منها بشكل كتير صحيح. بمقدمه هي الاغذيه بتجينا الزيوت الصحيه يلي بتكون موجوده بزيت الزيتون او بالافوكادو او حتى باي انواع من الزيوت النباتيه. طبعا بتحتوي على نسبه كتير عاليه من الاوميجا 3 ومن الاوميجا 6 وبتحتوي على نسبه عاليه من الفيتامين اي، فهي كتير مفيده لحتى يكون غذاء مفيد للبشره لازم ناخذ على القليله عنصر منها خلال النهار.
تجينا بالمرتبة الثانية اللي كنا عم نحكي هلأ التقرير اللي هو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر بيحتوي على مادة تسمى الكاتكيز، هي عبارة عن مضاد أكسدي جدا قوي، بيساعدنا على التخلص من الجذور الحرة، فبالتالي هو بيخلص البشرة من كل الجلد اللي بيكون متعب، أو فينا نقول الجلد الميت بنسميه بالعامية، وبيساعد على تجديد الخلايا بشكل أكتر. في عنا شيء كتير طيب وهلأ موسمه اللي هو البطاطا الحلوة، أو بشكل عام كل الفواكه والخضار اللي بيكون لونه أصفر، لأنه بتحتوي على مادة اللي هي البيتا كاروتين، هي اللي بتعطي اللون الأصفر، وبيتا كاروتين بالجسم تتحول للفيتامين إي. بس هون في عنا كتير فكرة مهمة عند الحوامل، الحوامل لما بناخد كميات عالية من الفيتامين إي بصير في عنا تجديد كتير كبير بالخلايا، فهذا الشيء ممكن يعملنا تشوهات عند الجنين. فعند الأم الحامل لما بدها تاخد أي نوع من الأنواع اللي بتحتوي على اللون الأصفر من الفواكه أو الخضروات تحاول تاخده بكمية معتدلة. كمان البندورة بتحتوي على اللايكوبين اللي هو مضاد أكسدة بنسبة كتير عالية، بيساعدنا كمان على التخلص من الجذور الحرة وبنشط الكولاجين بشكل كتير كبير. نعم ريجا، خلينا نحكي أكثر، يعني في أنواع للبشرة وفي مشاكل عديدة للبشرة، خلينا هيك نفصل. يمكن كلنا بنعرف حب الشباب والحبوب الحساسية اللي بتطلع بالوش هي بتكون إما نفسية أو نتيجة غذاء خاطئ، بغض النظر عن نضارة البشرة والاتجاه إلى تكون بشرتنا نضيرة. خلينا نحكي يمكن عن هدول المشاكل، شو هن الأكلات اللي بنحط عليهم إكس وممنوع أبدا ناكلهم إذا كانت بشرتنا حساسة وفيها حب شباب؟ تمام. هلا نحن عندنا حب الشباب اكثر شيء بيظهر خلال فتره المراهقه، او حتى نحن ممكن نعاني من ظهور الحبوب خلال الدوره الشهريه او قبل الدوره الشهريه. فعندنا نحن مجموعه من الاغذيه بدنا نحاول بس خلال هي الفتره يلي نحن عم نعاني منها بالتهاب بالجلد وظهور بسور انه نخفف منها. بمقدمه هي الاغذيه بيجي عندنا الصويا، ان كان فول الصويا او حليب الصويا او اي شيء داخل فيه الصويا. الصويا هي بتحتوي على كميه كثير عاليه من البروتين، فهي جدا مفيده. بس المشكله بالصويا انها هي تخفف من هرمون الاستروجين الموجود بالجسم، فنحن في عنا هرمونين مسؤولين عن هاي الامور. نحن بصير في عنا ظهور حب الشباب بفتره المراهقه او قبل الدوره لانه بصير في عنا خربطه هرمونيه بهرمون اللي هو الاستروجين والتستوستيرون. فنحن وقت بنكون عم ناخذ فول الصويا بنخفف من فعاليه الاستروجين بالجسم، وهذا الشيء بيخلي الالتهاب يصير اكثر، فبدنا نحاول نبعد شوي عن منتجات الصويا. الشيء الثاني اللي هو الشيبسات، او بغض النظر اذا الشيبسات او مواد اللي بيكون مضاف لها الملح بكميه كثير عاليه. هلا في كثير من الاشخاص بيعانوا الصبح وقت بفيقوا من التنفيخ، ان كان حوالين العين او بالوش بشكل عام، ممكن تنتقل للايدين او الرجلين. بعد ما بنعمل تحاليل فبننفي وجود اي سبب مرضي، فغالبا بتكون العادات الغذائيه هي السبب بهي القصه. في كثير من الاشخاص خاصه خلال السهره انه بياخذوا كميه كثير عاليه من الشيبسات او من البوشار اللي بيضيفوا له ملح كثير كبير، أو من المخللات. هذا الشيء ممكن يخلينا نحن يصير في عنا احتباس بالسوائل بنسبة كتير عالية، وهي كمان بتخلي مشكلة بالبشرة تظهر بشكل مباشر. نحن ما عم نقول أنه نلغي هاي الأكلات، ولكن بس خلال هاي الفترة نحاول قد ما فينا نخفف من هاي المنتجات. في عنا كمان المواد اللي بتكون مصنعة، أو حتى اللحوم المصنعة مثل المرتديلا أو الهوت دوغ. تماما، أي شيء الهوت دوغ، هاي كلها بدنا نحاول نحن نخفف منها خلال هاي الفترة، لأنه في إلها كتير أضرار، بتحتوي كمية دهون كتير عالية فهي بتزيد الالتهاب، بتحتوي كمان كمية عالية من الأملاح فهي ممكن تسبب لنا انتفاخات، بالإضافة للمواد الحافظة الموجودة فيها يلي كمان بتخلي السوائل يصير في نقص فيها بالجسم بشكل كتير كبير. أكيد متشكرة نصائحك القيمة، وشوفك أكيد بحلقات قادمة. شكرا لك. شكرا كتير لك ريجا درويش، وشرفتينا ويسعد صباحك.